هلا، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. طبعا فتحت لايف لانه صار لي هوايه مفاتحه لايف ما حاكي وياكم، فحبيت انه شوي هيك ندردش. اكو اشياء هواي حابه احكي بيها. طبعا ما شاء الله كل يوم وحدة جديدة. ترى أنا من 2015 أخاف أنتي نايمة. المهم خلنا نحكي بموضوع مهم، جديات أريد أحكي بهذا الموضوع. شوفوا، أحيانا كل واحد بينا يحسد الله، حسد عيشة خلينا نسميه. شلون؟ مثلا وحدة منين اشترى السيارة؟ ها منين لك؟ منو جاب لك؟ ها من الطاج؟ ها لا ليش؟ يجوز هي البنية مشتريتها بفلوسها، يجوز هي البنية مشتريتها، يجوز انه اهلها جايبيها الها، يجوز انه انت شعليك انت شكاو مالتكم. يعني جد يعني واحد اشترى سيارة، ها مالك؟ ليش بدل ما نقول مبارك عليك على الخير، شايف خيرها، الله يكفيك شرها، منين لك؟ شلون جبتها؟ او اوف فلوس مليونين فلوس. لا خو، يا ريت تفتحين موضوع مفيد. هاتش بلوك. المهم ليش عندنا هذا الحسد مال عيشة؟ ليش ما نتمنى الخير لغيرنا مثل ما نتمناه لنفسنا؟ ليش دائما نشوف واحد مشتري شغلة حلوة تشوفه انه ها ميلك من اشتري من طاك ياها؟ لا خو، اقول لي على الخير، مبارك عليك، شايف خيرها. تشوف دائما عندنا موضوع هذا اللي هو حسد العيشة، ما نقدر نتمنى الخير لنفسنا، دائما عيننا على لقمات غيرنا. خل احكي هيك بالعامية وطق بطق، دائما عيننا على لقمات غيرنا. ليش ما احنا نتمنى الخير لغيرنا مثل ما نتمنى نفسنا؟ ليش دائما عيننا على ايد غيرنا؟ ليش ما قانعين باللي احنا عندنا اياه؟ يعني نشوف انه الحسد، الغيرة، الحسد العيشة منتشر بشي مو طبيعي. فيعني والله العظيم جديات دا احكي. يعني مثلا على سبيل المثال اشتريت شغلة، من اشتريتيها؟ من طاتشا عزيزي؟ ماخذة من بيت ابوك؟ يعني مثلا انا اشتريت مثلا سيارة، السيارة فخمة، الكل منين لك؟ زين اوكي، تراني من 2015 دا اشتغل قنوات واعلانات، يعني وشنو دا جمعت لي كم فلس واشتريت لي شغله انا احبها؟ لازم انه اني منين جايبتهم من الطانياها؟ ترى كل واحد يشوف الناس بعين طبعه. اذا انت طبعك سيء، لا تقيس الناس على اساس طبعك. نحكي بالله شغله ثانيه. شغلة ثانية انه البنات دا شوف التعليقات، مثلا انزل صورة، انا بالصورة مثلا كاتبة شلون البرد. عزيزتي ترى ما قايلت لك شلون وجهي، شلون شكلي، اعطيني نسبة ايش قد تقيميني انا جميلة ام بشعة، كاتبة شلون البرد. ليش احنا دائما ندقق بالصورة ما ندقق بالكلمة المكتوبة او بالكتابة المكتوبة، او انه اشوف الموضوع شنو البوست؟ ليش دائما احنا سطحيين نبوع على الصورة وعايفين المضمون؟ عفكم من هاي همينة. شغلة ضحكني اكثر، ليش البنات من يشوفون وحدة حلوة ما يقولوا انا من اشوف وحدة حلوة بالشارع اقول ما شاء الله شقد حلوة؟ لا هنانة شلون تجميل. لا عزيزتي حلو انت تعترفين انه اكو بنية حلوة، وحلو انك تعترفي مثلا انه هاي جميلة ما شاء الله تبارك الخالق. دائما عندنا هاي السورة ما ها تجميل. حبيبتي شبيك؟ جديات دعش والله شبيك. انا احب اعرف انه ليش، يعني ليش ما عندنا هذا الشيء، هاي ثقل بنفسنا لتخلينا انه احنا نعترف انه غيرنا حلو؟ كل انسان عنده ميزة، عنده جماله، عنده طبعه، عنده هواية من الامور اللي تميزه عن غيره. مو ضروري انه والله اني لازم اذا شفت وحدة احلى مني ها تجميل وانت تلعبين النفس وانت. عزيزتي خلي عندك ثقة بنفسك. طبعا اني ما اقول الكل، اقول اللي اقرأ تعليقاتهم.
فيعني حلو انه يعني نتمنى الخير لغيرنا، حلو انه احنا من نشوف غيرنا عنده مميزات حلوة نقول ما شاء الله شوف ايش قد حلوة هاي السالفة بفلان، مثلا غسل وجهك واكتفي ببوتوكس حقا يوميا. عزيزي اذا اول شغلة يا متخلف، ميز بين كلمة بوتوكس وفيلر. يا متخلف، البوتوكس يستخدمه للتجاعيد، الفيلر للنفخ، اوكي؟ اي يعني مرات يحجون تجميل شيء ما شو مسوي انتي تجميل او ما ادري شنو، انا ما مسوي تجميل ترى، انا مسوي فيلر، خليت فيلر بخدود شويه وكان كلش هوايه تذوبته. ف ترى حلو الانسان اذا يعتني بنفسه ويرتب بنفسه، يعني مثلا ها اكو ناس يقولوا مثل شيء ما انت قبل كنتي حلوه او انه انت هسه صايره مو حلوه، او ترى شوفوا مثلا ترى 2015 انا عمري كان 20 سنه، 15 16 17 و 18 لا كنت ايش كنت والله 20 19 من دخلت مسابقة الملكة الجمال، بس أنا عمري راح يصير 24 سنة. الإنسان ترى يتعب، أنا يعني المشاكل اللي مرت بيها والظروف اللي مرت بيها كبرتني، كبرتني بالشكل، كبرتني بالعمر، كبرتني بكل شيء. شيء ما أنت كلش أم ولد وعيب سوالفك على سناب، عيني ست شريفة حبيبتي يا. ما أنا قلت لكم لحد يعكس أخلاقه ويعكس تصرفاته على غيره. فخلينا نرجع نحكي بهذا الموضوع. المهم يعني كل واحد، أنا يعني مثلا تعبت بحياتي هواية، تعبت بشغلي، تعبت مرت بمشاكل، مرت بظروف. يجوز أنا من دخلت لهذا المجال كنت ما أعرف هواية أشياء عنه، تصرفت بتسرع، تصرفت بهواي امور طفوليه، غلطت هواي، تشفصت هواي، يا اللي يحكي عليك تجاوبه وهالاشياء هاي. ف الانسان يتعب يعني بالشكل بهواي امور. فاني يعني انا تعب شكلي، تعبت جديه، تعبت هواي، تعبت وتغيرت. والإنسان من يكبر تتغير ملامحه وتتغير هواي أمور بي، يعني ما قوم أبقى أنا مثل 2015 عمر 19 سنة، راح أبقى هيجي مثل أنا ما كان عمر 19 سنة، هسه راح أصير 25 مثلا 25 سنة أو فد 30 سنة، شكل هذا ما راح يبقى نفسه، كده راح أتغير وراح يكبر شكلي وتكبر ملامحي همين. لكن يبقى تبقى طيبة القلب، يبقى الجمال الداخلي، تبقى روحك الحلوة وتعاملك ويا الناس، هاي الأمور اللي هي تبقى وحدها. طبعا أسا قلوا لي ليش هيك تحكي على كيفك، لا والله لا دا تعقل ولا شيء، بس كلش تعبانة لأن يوم صار برنامجين ورجعت نظفت البيت كله وهسه يلا قعدت، فحبيت إنه أنا أحكي لكم شوية لأنه صار لي هواية منقطعة ومتى أحكي. اللي يقولوا لي انتي تتشاقين بالقناة والبنات او شيء، عادي اني دول اصدقاء بزملاء عملي، اني احسهم عائلتي الثانية. فيعني انه انا بعيدة عن اهلي بس انهم عائلتي الثانية. وحتى كاتبت ليش قلت تلغين، رح انطيك بلوك حبيبتي حتى لا تضوجي انتي ما حاجة. هسه مثلا هاي احد احسهم اني اطفال. أنا ما عاجبني هذا اللايف، شكو أدخل عليه وأباوع زين؟ ما حي واحدة إيش كاتبة؟ وجه القندرة، سؤال من هالكلمة أعتذر منكم، مثل ما قلت لو تارة فارس يوم إلك إن شاء الله ونخلص من النماذج الوسخة بالمجتمع. والله النماذج الوسخة بالمجتمع، الناس الهمجية، الناس المتخلفة، الناس اللي ما عندها ثقافة، الناس اللي ما عندها ذرة أخلاق. يعني الموت صاير انه مثل اللعبة، ان شاء الله تموت فلان، ان شاء الله تموت فلان، ان شاء الله تموت فلان، ان شاء الله تموت علتان. ليش تتمنى الموت لغيرنا؟ ترى ما حد منصب، ما حد منصبكم ارباب علينا
وما حد منصب أحد حتى والله أنت تختار فلان يموت أو فلان يموت. يعني ترى الله سبحانه وتعالى هو واحد اللي ياخذ روحنا، هاي الروح عندنا أمانة، وكل واحد بيومه، سواء إذا مات مجلوط مات مقتول، الله سبحانه وتعالى عقد مقدر له عمر بالدنيا. وثمة البنية عفوها، ترى حتى الميت ما خلص من عندكم، الله أكبر، الله يرحمها. يعني بغض النظر عن كل شيء، بالأخير أنه هاي البنية ماتت موتة ما تستحقها، يعني كإنسان حرام. إحنا نشوف بزونة مدعومة بالشارع نظن نقهر عليها، مو إلا بشر ينقتل بالشارع. ف يعني تمنوا الخير لغيركم. والله العظيم يعني أنا مثلا من إجيت العمان، ناسهم واحد يحب الأخ، متعاونين بيناتهم. يا ويلك تجيب أنت مثلا جيب اسم واحد، مثلا نجيب مثلا اثنين أردنيين أصدقاء، أنت احكي عليهم، أنت من غير بلدة واحكي عليهم، شوفي شلون يوقفون مثل السيف بوجهك. ليش احنا ما نصير هيك وندافع عن مثلا أشقائنا، ندافع عن أصدقائنا، ندافع عن مثلا مشاهير. المشاهير ترى ذولا ولد بلدكم، مهما يكون. أنا من جيت للأردن الكل حابني، الكل فخور بي، الكل يقولون هاي بنت العراق، هاي بنت العراق. بس حلو يعني انه الناس كلها هنا لها تحترم، ما تغلط ما تتجاوز. خلينا نجي نحكي على موضوع هذا الموضوع، موضوع التجاوزات واللي والامور اللي دا تصير. ترى اكو البعض يجي يحكي باسم الدين، الدين وانت مو محجبه، وانت ترى الدين معامله، الدين معامله، الدين اخلاق، الدين انه انت ما تغلط على غيرك. بس للاسف احنا لو عدنا رقابه بمواقع التواصل الاجتماعي كان هسه ما بقوا التينيجر اللي المراهقين، طبعا مو الكل والله، اكو مراهقين عقلهم يوزن بلد، لكن اكو البعض تلقى عمره 7 سنوات و 8 سنوات بيده موبايل وقاعد يغلط وقاعد يسبسب. فمو بس هاي، اذا نجي اللي يغلط واللي دا يسب واللي دا يعني يتجاوز، ايش راح تستفاد؟ انت فشرت بالكومنت، انت راح تبين انه انت دبسز، انه انت ادبسز، انه انت ما متربي، انه انت ما عندك اخلاق، انه انت انسان منحط. هذا اللي راح تبينه، ترى انت من تجي تغلط على فلان او على احد، انت ما راح تاثر عليه، ترى انت تتاثر على نفسك، تتاثر على اهلك اللي ربوك وتعبوا عليك. ف يعني مع الاسف انه اكو هيك نماذج محسوبين علينا احنا كعراقيين. موضوع اخر حابه احكي اهم نبي، على سبيل المثال حنا راقبت هاي الشغلة كلش، انزل صورة بلا مكياج. ترى طبعا اوقفوا لحظة، انا ترى ما احكي على العراقيين بصورة عامة، لا بالعكس، انا ولد بلدي احبهم وبنات بلدي اخليهم تاج على راسي، بس انا احكي على اللي نازل اللي تتجاوز واللي دا تغلط واللي هي مو متصالحة ويا نفسها. بس مرات انزل صورة بلا مكياج، الكل وردة منورة تخبلين تعليقات كلش حلوة، انزل صورة بالمكياج يفشون. زين زين صار تفتهم يعني شنو اللي اختلف، يعني شنو اللي تغير؟ هاي معناته شنو؟ معناته انه البعض ناس شكليين، ناس متخلفة. انت حاليا وين؟ انت متزوجة؟ شوف هالأسئلة بشخصية، مثلا انت متزوجة او انت انزين، انت وايد عصبية، والله ما عصبية، وليش ما مفكرة متزوجة؟ وهذا اللي يقول لي عن نفسي. شوف خلقكم شغلة، ماكو بنية تعنس، وماكو بنية يفوت القطار، وماكو بنية والله خطية دا ما تزوجت. ترى مو كل بنية انه لازم يكون حلمها وطموحها الرجال، فيجوز انه جوز انا عندي
يعني هذا الموضوع تبي تخلص. اي المهم يعني مو جزء انه مو طموح حرج، جزء الطموح تكمل دراسة، يجوز انه واحد يقول المتخلفين خربوا سمعة العراق، لا العراق سمعة حلوة، وما شاء الله بالاردن هنا يموتون على العراق، يموتون على شيء اسمه عراقي، بس احنا بيناتنا والله مو مصالحين ويا نفسنا، هاي للاسف هاي اللي يصير. المهم بقى مثلا عندكم هذا الادبسيز، واحد من الادبسيزية طبعا حكي وفشر، عدنان خطيب شخبار ابن البصرة من عدنان. المهم يعني انت مثلا انت من تغلط وتفشر يعني شو استفادت؟ والله جديات صح، والله يعني شو استفادت؟ انت من تتفشر على بنية وانت عندك عرض بالبيت، عندك خوات انت، زين انت ما تخافش عقب واحد يسب خواتك وعرضك بهاي الطريقة المقرفة؟ زين انت من تتفشر ما تقول انه انت بما انه انت شريف وابن اوادم وابن عائلة، من تيجي تفشر وتقول مثلا انه فلانة وكلمات بذيئة وانت على اساس الشريف، زين انت يا الشريف ما تقول اكو مثلا بنات صغار دي يتابع عن هذا اللايف، او اكو بنات دي يتابع عن هذا اللايف، وانت كرجال شريف عندك غيرة وعندك اخلاق ويشر الشرف منك، شلون تعلق ايش تعليق بذيء وتخلي الناس تشوف والبنات يقرون هذا التعليق اذا انت خوش زلمة؟ هذا دليل على مدى تخلفك ومدى انحطاطك بنفس الوقت. طبعا ما اريد مثلا انا ما اريد اقول انه مثلا انت عرضك او هاي، لا، لان امك واختك واخواتك ما لهم دخل اذا انت واحد متخلف ومنحط. فهذا اللي اردت احكي، بس مو انه مسألة انا جاي ارد او شيء، بس انه خوش سيارة اشتريتي ملج فلوس مثلا، هذا التعليق ماخذ من بيت ابوك من بيت امك بيشتريه، مثلا انه طالبة منك فلوس. شوف خل اقولكم شغلة، هنا أنا بالاردن كل موظف الى حق ياخذ قرض، تقدر تاخذ قرض، تقدر تاخذ بسيارة، تقدر تاخذ ببيت، تقدر تاخذ باي شيء انت تريده، هذا انت حر، فيعني عادي حالي حال اي ناس، كانه انا مقيمه ما انا عندي الاقامه اقدر انه انا اخذ قرض، وانه انا على مرتبي واقدر انه انا اخذ سياره بالقرض، يعني اوكي ما حاجه انه ابرر لك، فيعني مش مين لك فلوس، انا ترى مطالبه من عندك وممجديه من عندك وما اعرف يعني، واكو هوايه هيك ما نقوا على السياره ترى ندعمت. انتي مين تجيبين فلوس كلها من ملها؟ شوف انا طبعا انا اسف اعتذر لاقراء التعليقات، بس اريد احكي اخاف من زوجة واحد اردني ونايمه براسه ما ادري شنو. هذا دليل على انحطاط والتخلف اللي دا اشوفه. ترى أنا بديت حياتي من 2015 وأنا أشتغل، اشتغلت بكم قنوات، سويت هواي إعلانات، يعني جمعت لي مبلغ من المال إن أنا أعيش بحياتي أترفع بيها، إن رغم إن أني تعبت في حياتي، فهسا أجت وقت إن أنا أرفع نفسي شوية. فأنتي تجيبين فلوسك صار من كم من ملها من ما أعرف شنو؟ يعني اول شغلة اذا انت تشتغل بهيج اماكن، ها، فغيرك ترى ما يشتغل بيها، اذا انت هيج منحاط وانسان سوري من هالكلمة تافه وما تسوى نقلة وتشتغل بهيج اماكن، فترى مو كل الناس مثلك، واذا انت عندك خلل بمشكلة اسمها الشرف والعفة ترى مو كل الناس منك. خلوا ببالكم شغله، اللي يحكي بالشرف هواي واللي يحكي بالعفه هواي هذا عنده خلل، مستحيل انه واحد عنده واثق من نفسه يجي يقعد الشرف والاخلاق والقيم ولا لا لا لا. ف يعني الا اذا عنده خلل، فيعني كل واحد يحكي بالخلل اللي بيه جديات.
فأني والله العظيم تعرفوا شنو والله أمنيتي؟ إنه شكو واحد متخلف منحط إنه يطلع من حسابي جديات. شنو هاي المحاضرة؟ شوفوا هواي أكو ناس تجي تحكي بأمور، مثلا تجي أمور تحكي بها أو تنصح بها، يقول لك ها أنت تنطي محاضرة وتصير فتشي براسنا، أو لا بالعكس والله مواضيع هيجي يا بس أنت تنقطين شرف عيني أنت، أنا والله عفت الشرف إلك جديات. اللي شكو واحدة تحكي بالشرف والله العظيم ثقوا بالله، شكو واحدة أو واحد يحكي بالشرف ويغلط هذا معناته يتمنى يمتلك هذا الشيء حتى انه هو يصير مثل المقابل. فخليتكم ثقة بنفسكم، خليتكم ثقة بشرفكم، حتى حاطة مكياج والله ما طالب القلم الحمراء مال قرايبك. اي فهو اكو جديد، خلينا نحكي بغير الموضوع. اكو هو يسألوني على اسناني، شوفوا انا اسناني سويت قص لثة لأنه كانت مش تضحك كانت لثة تبين، فطولت أسناني، فمن طولتهم شوية صار شكلهم أحلى. هسا أي شخص عنده سؤال عنده شيء يريد يسألني. ذاك اليوم أكو تعليق شفته كل شيء ضحكني ما أدري على شنو كان يحشر، ما أعرف بيج على فيسبوك واحد إيش قال، ها هسه شيء مقاسم تسوي لايف وتاكل شيبس وتحشي وتعصب. ممكن تردين على تعليقي؟ اسنانك كلش حلوه، شكرا. بس تقول بنت سمعت ايش من مركز العراق، شكرا لك عزيزي. شنو تخلين حواجبك؟ والله حواجب ما تخلي شيء، بس انا حواجبي تخان اغني. الله شلون صوت عندي اني، هم تفكرين ترتبطين؟ لا ماركة المكياج هاني يعني ماركة جوش وعدسات، ترى ما خلي هاي عيوني. اكو هواي مرات يحكون انتي شي ما انتي مخطوبة، شي ما انتي متزوجة، شي ما انتي. شوفوا اني حياتي الشخصية عزلتها عن السوشيال ميديا، بعدت حياتي كل البعد عن السوشيال ميديا الشخصية، يعني اخذت درس بالحياة. هو واجهت مشاكل، فهسه اني ما حد يعرف بي، يعني مخطوبة سواء كنت مخطوبة سواء كنت متزوجة سواء اني بعد ما متزوجة، فحياتي الخاصة تخصنا وحدي اني. وان انخطبت وان كنت مخطوبة وان تزوجت وان كنت ما متزوجة، فمستحيل بعد انه اني اعرض حياتي على السوشيال ميديا، لانه السوشيال ميديا اذتني، لانه من عرضت حياتي اكثر وهواية سويت يعني طلع حياتي للعالم او شيء. لا انتوا على راسي، حلو انه انتوا اشارككم اشياء تفرحني، اهم شيء لتبكين. لا ما ابكي، ايش ابكي؟ الحمد لله شكرا مرتاحة وما ابكي. ف يعني حياتي الخاصة خليتها لي انا نفسي. شيء ما شيء ما انت شو تحطين شعرك؟ شوفوا والله عندي كريم انا اشتريته وجربته على شعري كلش حلو، بس جديات جديات يعني بتجنن جديات. ما خاف اصور تقول ها اسوي اعلانات، لان انا شوي مبتعد عن سالفه اعلان ما اعلان، ما دا اسوي. سيارتك كتير حلوه، مبروك على السياره. والله السياره دعمتها بالله العظيم، دعمني جدا. انزل نزله وجا واحد طاق ضربها، بس هي تتصلح ما شفت خيرها. اي والله شفتك بعبدون من فترة، شي ما كنت مستعجل ولا سلمت عليك، تحياتي لك وردة. صدق بنات خلي اشوفكم هذا الكريم اللي اساسا دا استخدمه اني دقيقة.
يعني مثل السيروم وكريم، اثنين ينخبطون مع بعض وتخليهن ورا ما تطلع من الحمام، ينعم الشعر كل شوي. اي طيب بالله لحظة بس اخذ الان هذا لازم وياي على طول، لانه هنا الانترنت مالتنا هيك شي، حتى انه يكون الاشتراك شهري. دقيقة تك تك. اي خلي اشوفكم بنات، هذا ال لحظة هذا الكريم اللي دا استخدمه، شوفوا هذا بنات، هذا وهذا من نفس الماركة. شوف هذا تخلين شوي بايدش من هذا وشوي بايدش من هذا وتخبطيهم وتخلين على شعرك. والماركة صدق مال المكياج، ترى دا استخدم اني كوش جوش يعني على الميز مالتي دائما. شوفوا انا احبها كلش الماركة، يعني فونديشنات الحمر مالتها كلش كلش انا احبها. فهذا اللي اخليه الشعر والله. ونوبات بنات اخليه زيوت، يعني زيت ارغان، زيت جوز هند، هاي الامور اللي يعني اكثر 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 شيء اخليه انا على على شعري. هنطفي الضوء حتى لنا صف كهرباء. ايه ف اتمنى ذني اكثر شغلات اني استخدمهم. طبعا نشف ريقي واني احكي، نطلع لنا شغله نشربها. نشرب ريت والله. ف يعني اخلي الزيوت 24 ساعه شعري. ومو بس هاي، مرات اكثر شغله اسويها اني انه كل شهرين اقص اطراف شعري. فالقص باستمرار يطول الشعر. القص المستمر يطول الشعر، يعني مو قص المستمر، يعني قصون اطراف شعركم كل شهرين مره شوين نتفاية. لحظه بس خلي موبايلي بالشحن. ف حلوه بلوزتك عجبتني. ها ماما، هاي طبعا هالبلوزه اللي لابستها اني، شوفوا هاي بلوزه ماما بها ريحه امي، من جت العمان اعطتني اياها. المهم كم مرة تقصين أطراف شعرك بالشعر؟ شوفوا شعري هسه أني مثلاً مثل أول ترباحة قصيت، شوفوا أطراف شعري مو متقصفة. فدائما نقص أطراف شعر أطراف الشعر حتى لا تتقصف. لأن شوفوا بنات، أطراف الشعر مرات إذا بقت متقصفة إذا بقت متقصفة راح يصعد التقصف للشعر اللي فوق. فراح يصعد التقصف لي وين؟ لي فوق. فأحسن شي إنه تقصونه يعني بين فترة وفترة. لحظة خليني أدق لكم على أمي، أمي تتعيرني بالبلوزة. حصل ماما تعيرني بالبلوزة. أحلى شي أني شما أخوك، أها أحلى شي أمي جا أمي جت العمان جابت لي بوماي هيك كبيرة، وهاي البلوزة شفتها بيها بوما، قلت ماما إلا تعطيني إياها. هندق على ماما.
الحصر. ألو ألو ها يما ألو سوني سخبارك حبيبي الحمد لله تمام. ماما ليش تعيريني بلوزة بنورة بنورة ماما ليش تعيريني فضحتيني قدام الفانزات. ماما لبستها لأنه بها ريحتك. ما عيرت طبعا اكيد اطري جنن يا ما فدوا انا ماما 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 ايش جبتي لي من اجيتي لعمان؟ شلون حبيبي؟ ايش جبتي لي من اجيتي لعمان؟ جبت لك بومه خليني احضر خليني اشوفهم البومه اوكي. اقول ليش لابسه بلوزه بها بومه؟ انا احب البومه ولان كلش اتفائل بها. اشوفكم ما شوفوا امي جابت لي اول ما خليت الغاز بالجنطه خليت البومه. ماما طبعا انا اخذت البلوزه لانه اول شيء مالتك والشغله الثانيه حتى من اشتاقت لبسه والشغله الثالثه لانه في بومه ما يعني هذا الشيء فخر بلوزة ماما. لا ايش ماما انت روح وريه اقولش ماما يعني هاني معناه نحفانه. اي والله يمتي مو بس نحفانه صارت لابسيني يعني معناه هاني نحفانه. ماما مشتهيت من احمر. شنو حبيبتي مشتهيت من احمر؟ شفتيهاتي تمن احمر اريد يوم موسمك. اوه أني مو اجيت وردت اطبخ لك ما خليتيني. ماما شو تطبخين؟ دربو دليفري. ماما هسه شلون؟ ما حسيت مسوي السمك تطبيق. ماما اريد تمن احمر مش تمن احمر. بس شلون بالله دزت شي الطرد؟ ماشي. ماما يلا جرباش على نفسك. كملتي شغلاتك من السوق جبتي رجعتي يعني؟ اي رجعت من السوق تسوقت وجبت اغراض للبيت ونظفت البيت وغسلت ملابس وخلصت كل شيء. اخذت غراضك؟ اي اخذت غراضي خلصت. يعني ما ناقصك شيء بالمطبخ؟ لا ما كل شيء اخذت. تسوقت. اوكي لا عاد راح أحاول على اللايف أشوف اللايف ما يلا شوفيني يلا باي باي يلا باي ماما هلا حبيبي. هاي كل هاي مكالمة ثانية أمي شكلتي شربتي جبتي غراض من البيت سوقتي راح أرجعها البوماية لين كسر من قارها. فهاي هاي هاي جابت ليها من بغداد أمي. ربي يحفظ امك. شكرا لكم حبايب قلبي. شي ما في وجابة انا عندي ادمان على النت وما جاي ادرس عام تركت وهسه رجعت وزاري كل ما الزم لك اقضي الكتاب اضيفه سدة وما جاي ادرس 24 ساعة على النت. شوفي والله العظيم اكو شغلة حبيبتي في دور قلبك. خليني اشوف اظافرك. هاي اظافري شوفوا اظافري هاي يعني لامسة اكريليك ولا شيء. المهم جديات انه مستقبلك اهم من الانترنت. الانترنت والله موجود على طول بس انت اذا عمرك راح وهسج ما بقى بالدراسة جديات راح بعد ما تقدرين تكملين ولا تقدرين تاخذين. فهاي نصيحه يعني دراسه اهم الش والله. قولها
انت عايشة بوحدك؟ اوكي يعني الله يساعدك يعني بعيد عن اهل الناس اللي تحبيهم عادي. هنا انا شوفوا هنا انا احلى شغلة انه يعني هنا اكو امان انه يعني حتى لو عايشة بوحدي سوات يعني عادي. صديقاتي نوبات يجون يعني بوتون يمي وشي يعني ما ابقى وحدي دائما. أحبك أحبك كل شيء تفعل بيك. الله يرحم تعرفات أنا مصطفى. شي ما بالخير عيسات جديدة جديدة ليكزز يعودين والله اندعمت السيارة اندعمت تفلشت راحت السيارة اندمرت بالتصليح هسه وكو قطع بيها ما لقوها بعمان راح يشوفوا ليها من غير مكان. فتخيلوا يعني شلون انا انفقرت زي جوز الهند. انا صحيح بيه شعرك كلش مفيد. تعي من المانيا انا كنت من الزم كتب اضج وعفو يعني هاي مشكلة حبيبتي والله مو مشكلة. انت اذا تخليني واسف تخليني عندي طموح انه انت تدرسين صدقي وثقي بالله راح تدرسين وتنجحين. طبعا ما اقول لكم شنو البرد اللي عندنا شنو الانتلاج اللي عندنا درجة الحرارة نبات الصيف 1 شوف درجة الحرارة عندنا هاي بغداد شوف حواجبك شنها هلال صدق. طبعا اكو موقع مال احد صديقاتي دتك. الو طبعا دقيت علي طلع يا معاه ايش رخصه ليش عرفتي صار بيه مو باليوم اللي اخذنا بها الرخصه طالعه من البيت ففتت مني من القناه اكو هيك نزله دا انزل كان يجي واحد بكل سرعته يضرب سيارتي من ورا. اي والله فلشها بالنبي واجوا الشرطه فتحوا كروكه وطلع الحق عليه وانه هو غلطان واخذوا وديته الوكاله. تأمين هي تأمين شامل مسوي بس شنو يعني هو لازم يصلح لي مو انا شو عليه ف بالشركة وتخيلي انه اكو غراض بعمان مو موجودة لازم يجيبوها من خارج العراق يعني خارج عمان. شفتي حظي اي والله حطوا عينهم علي شو سوي حبي شو سوي ما تهنيت بيها الفقر ما تهنيت بيها بعد اسبوعين يراد لها وقت لانه غراضها ماكو. بالعافيه حبو دير بالك بس والله العظيم لانه هنا الطقس مو زين يعني مو مال الواحد يطلع بسياره
أنا همينه والله، أنا همينه أخطر نوب شنو أبغى على رخصة وأقول ما مثهنيت بيها. إيه والله شو أسوي؟ والله أنا اللي صار إن شاء الله خير، بس شنو دير بالك لأنه هنا يعني لا أنا ودوها للوكالة، فقالوا لأنه موديل هالسنة فلازم إنه يجيبون غراضها من برا. بس شنو يعني العميم والورو هاي كلها اندمرت. سكتي انجلطت. لا حبيبتي عادي، يلا في دبي والله، يلا المهم اقول المهم ما صار بي شيء. والله شو اسوي حبيبتي، في دبي القلب والقرآن ببالي، بس هاي موضوع السيارة شوية شدهني على قولهم. حبيبي في دبي القلب، والنبي ما تقصرين حبيبتي، تسلمي لي، خلينا نتشاوف عود ان شاء الله حبيبتي، فتوى لعيونك والله. هاي كم يوم كلش بالدوام وكلش تعبانه حبيبتي، فتوى القلب حبيبتي، والله اتشرف بيك فتوى عمرك. صح صح اي أيوة والله كلش على نياتي، اي أيوة والله فدوى قلبك فدوى عمرك حبيبتي حبيبتي فدوى عينك. لا عادي انا يعني واخذة حذاري الحمد لله حبيبتي، اي ادري بيهن حبيبي. صح والله كلش، اي والله صح، اي والله صح. اقول لك صدق، اكو موضوع اريد احكي وياك.